إذاعة الأغاني من القاهرة. نعيش معها ومعكم في إذاعة الأغاني. يصحبكم في هذه الرحلة إبراهيم حفني. بكل مستمعينا. والله انا يعني كنت بقول اني بطلت السجاير لكن ما قدرتش ابطل الشعر. قلت له يا سعاده البيت اني كنت اشرب سيجاره وانا هارون الرشيد امال هشربها امتى؟ النيابه الحقيقه كانت مرهقه ليا، يعني انا كنت بقول عليها دي وظيفه مقومه للاخلاق. فعلا انا بدأت يعني سنة 25 الاغنية ولكن على غير قصد. وبعد في يوم الايام والدي دخل قال لي والله عال عشنا وشفنا انك بقيت مشخصاتي على اخر الزمن واسمك بيطلع على الحيطان. لم اترك فنا الا اما مارسته او تابعته وظللت وفيا له حتى آخر نفس في عمري. كل ما هز الشعور فهو شعر، والشعر من الشعور. ده أول درس تلقيته من شوقي. ديسمبر عام 1905 وبحي المنيرة بمدينة القاهرة كان ميلاد الشاعر السفير أحمد عبد المجيد فريد. ألحقه والده بالمدرسة الناصرية الابتدائية وفيها برز أحمد وأبدى تفوقه على أقرانه بما كان ينظم لهم من عبث بريء. أما الطفولة فأنا كنت طفل هادئ وديع، وربما الوداعة دي جت من الأمراض اللي تكالبت علي وأنا صغير، وما اعرفش يعني كنت لا ابارح الفراش، وهن وزاد وضعف، لدرجة اني قلت برضو في الشعر
قد لزمت الوسادة كل حياتي، فادفنوني بالله في القبر قائم. انا بقول للاهلي ان انا معظم حياتي وانا رائد، فلما تدفنوني تدفنوني واقف علشان شبعت رؤاد. مكتوب على قلبي العاشق بدموعه ان الحنان عمره ما يطفش قوله ويقول ده بس بيقضيني وقلبه مش خالف ليا. حسدوني حسدوني. وطفولتي كطفولة اي واحد ممن عاشوا هذه السنوات السعيدة، والتحقت بعد سن الطفولة الأولي عندما بلغت السن التي تسمح بالالتحاق بالمدارس الابتدائية، التحقت بالمدرسة النصرية. المدرسة النصرية كانت تقوم في هذا الوقت مكان مدرسة التجارة في حي المنيرة. سيادة السفير، كنت حضرتك في الفترة دي طفل شقي ولا هادئ؟ الواقع كنت رغم ما يبدو علي من سكون كنت شقي، ولكن شقاوة مهذبة، يعني لا تضر الغير بقدر ما تبعثه على الضحك. يعني لا أظن أن أحدا حمل ضغينة أو حقد أو مضايقة مني، فكان في هذا الزمن نتبادل مع بعض المعاكسات في حدود لائقة. رأيت خيال في المنام محلى يا وادي، محلى يا وادي، محلى يا وادي، محلى 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 أحمد عبد المجيد دراسته الابتدائية والتحق بالمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، وفي تلك الفترة من حياته بدأت تظهر عليه بواكير الموهبة الشعرية. يعني كنت بعد ما تركت الفترة الابتدائية انتقلت إلى المدرسة السعيدية، وكان أستاذ اللغة العربية كان الشاعر البدوي العظيم الشيخ محمد عبد المطلب، وكان يقرأ المواضيع اللي يطلب مننا نحن نكتب فيها. كانت مواضيع إنشاء، والراجل كان ما يكتفيش مثلا بيقول فوائد الحديد ولا مثلا صيف يوم في روضة ولا بتاع، كان يختار مواضيع شاعر عميقة، وراجل شاعر ونظرته واسعة للحياة، يعني المجتمع، عن علاقاتك بالناس، عن لما تشوف متسول في الشارع وإيه إحساسك بالنسبة لي، حاجات من هذا القبيل. فأقدم موضوع كنت كتبته لمجلة كانت تصدرها في ذلك الوقت لجنة التأليف والترجمة والنشر، وكان
يوافيني دائما بالنصح، وأنا أنسب يعني حبي للكتابة لهذا الرجل العظيم. فين يا حبيبي زماني معك روح وفضل شوقي إليك، فين يا حبيبي زماني معك روح وفضل شوقي إليك، اللي تنصيب اليوم اليوم في الهواك لما تزيد راح اقول فينك، راح اقول فينك، راح اقول فينك، راح اقول فينك. كانتش عالبال تشري البال يا روحي وسهرني لهالي، ما كانتش عالبال تشري البال يا روحي وسهرني ليالي، ما كانتش عالبال، ما كانتش عالبال. وفي تلك الفترة ازدادت قراءاته لروائع الشعر القديم والمعاصر، وامسك بالقلم وكتب محاولاته الشعرية الاولى، وكان اول شعر جميل كتبه شاعرنا هو شعر الحب والغزل، ولذلك قصة. في الواقع انا كتبت الشعر مبكر جدا، واذكر انه على سبيل المثال كزي ما يقولوا بنت الجيران في هذا الوقت كانت واحدة اسمها فاطمة، وحبيت أجرب فيها الشعر، فقلت إنه العرب كانوا بيبدأوا القصيدة بالغزل، وأياميها كنت في نهاية السنة وبذاكر، لكن بتشغلني وانشغلت بها فعلا، فحبيت أقول فيها شعر. قلت أفاطمة قد سلبت اللب حتى عييت عن الإعادة في المقرر. كان شكل الغزل في الفترة دي يا فن؟ لا، الغزل في هذا الوقت يعني كان غزل من وراء مشربيات وشبابيك، وكان لا يمكن واحد يجرؤ انه يكلم واحدة في الطريق العام، لا يمكن، يعني هو ضميره رقيب عليه ويصرفه عن هذا الإسفار. ولذلك كان الرومانسية كانت منتشرة في شعراء ذلك الوقت، لأنهم كانوا لا ينالوا شيء ممن أحبوه إلا تحيات من بعيد، إلا كلمة يسمعها منقولة عن واحدة أخرى قريبة أو جارة أو شيء من هذا القبيل، ويبني عليها قصور، ينام مرتاح إنها فكرت فيه أو ذكرت اسمه قدام حد. هذه كان الحب العفيف اللي عشناه. مريت على بيت مليك القلب غير
اتصل احمد عبد المجيد منذ صباه بامير الشعراء احمد شوقي. فعلا يعني ازاي يعني كونت هذه الصدفة؟ هي كانت بطريق الصدفة المحضة. في محل كان اسمه سولت او باتيسيري سولت او حلواني سولت، كان يقع بعد محل بعد شيكوريل الحالي شارع 26 يوليو، وكان والدي بيرتاد هذا المحل، كان يقول لي بفوت علي الظهر عشان نرجع مع بعض. ففي احد الايام فوت عليه لقيته جالس مع شوقي بي، تراجعت ام والدي ندى، قال له يا باشا، كانوا يقولوا له يا باشا، يا باشا صاحبنا ده بيتهته بالشاف. ام قال لي يعني اساريره كلها كده ظهر عليها الفرح، وقال لي تعال تعال. ايه بتقول ايه شعر؟ قلت له ولا شعر ولا حاجه، ده كلام عربي دارج. قال له دارج وما كل ما هز الشعور فهو شعر، والشعر من الشعور. ده اول درس تلقيته من شو، ومهما كانت اللغه المكتوب بها الشعر طالما انه هزك واثار عاطفتك فهو شعر مجيد. فقل لي بقى انت قلت ايه. كنت في هذا الوقت عملت مقطوعة غنائية بقول فيها عايزك تصب وتهجرني، يمكن اطيب، وتحرم القلب يودك يكفاه نحيب، انا بحبك منكرش وانت الطبيب، لكن بقول صدق يمكن يطفي اللهيب. أم قال لي دي أول ثورة لعاشق ضد حبيبه. واستمرت بقى لقاءاتك لي؟ يعني أنا كنت أحضر مجالسه لأنه كانت مدرسة. رد جمالك على الأزهار سلطان، ويزيد كمالك قدك بين الأغصان. التحق أحمد عبد المجيد بالمدرسة السعيدية وكانت له فيها نشاطاته العديدة. كنت أحب التمثيل وما زلت إلى يومنا هذا يمشي في عروقي. وأنا في مدرسة السعيدية ألفت فرقة، وكان من أعضائها
وزراء يعني شغل منصب وزير وكل وزارة ونائب وزير وكانوا في الفرقة اللي انا ألفتها وكنت ألف المسرحية وأدرب الطلبة دول على التمثيل وأخرجه وكانت يعني مؤلف والمخرج مؤلف والمخرج زي شارلي شابلن يعني إنما كانت الرابطة اللي كانت منا قوية جدا لأن كان في منا اللي يعمل الستار وفي منا اللي يقود الأوركسترا وفي منا اللي يعمل الملابس واللي يعمل المكياج واللي يعمل الدقون واللي ما أعرفش إيه فكانت الفرقة مستكفية بنفسها وعملت رواية على النسق القديم ان هارون الرشيد طلع يتعسس الرعية متخفي ومعه وزيره الاول وكانت من تأليف حضرتك كانت ولاقت نجاح بقى في الحفلة ولاقت نجاح لدرجة انه ده الوقت ده في هذا الوقت كانت وزارة سعد زغلول وكان وزير المعارف محمد باشا سعيد وهو والد فنان اسكندرية الكبير محمود سعيد فمن اعجابه بالفصل الاول قام طلب من الناظر انه يصحبه عشان يهنينا احنا كنا في حجرة الملابس في هذا الوقت انا كنت اهو شقاوت صبا كنت بشرب سجاير انما لابس لبس هارون الرشيد عمامة كبيرة ودقن طويلة نازلة زي صدري كده هو بتاع ده وانا بحط السجارة كده والباب اتفتح ولقيت وزير المعارف والناظر وقعد الناظر يشاور لي كده ايه يا اخو ده مش عارف ايه انا حبيت اقلب الموقف من الدراما اللي وصلنا اليها الى نوع من الكوميديا فقلت له يا معالي الوزير يعني ما كنتش اشرب سجاير وانا هارون الرشيد وما لا انا اشربها انت خايف اقول اللي في قلبي تتقل وانت عدد وعيهايا خايف اقول اللي في قلبي تتقل وانت عدد وعيهايا ولو دارت عندك حبي تفضحني هحبك وفي عام 1924 التحق أحمد عبد المجيد بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1928 واتجه إلى ميدان المحاماة ومارسها برغبة قوية ثم عين وكيلا للنائب العام. والله أنا يعني خلقت أحب الدفاع عن شيء عن مبدأ أو عن عقيدة أو عن شخص مظلوم أو عن تراث يوشك أن يندثر في طبعي الدفاع عن شيء ولذلك حتى سرت في حياتي دون أن أرتب ذلك في دخلت كلية الحقوق وتخرجت منها محامي وعملت بالمحاماة فترة ثم التحقت بالنيابة العامة ومضيت فيها فترة ثم التحقت بوظائف السلك الدبلوماسي إلى أن تقاعدت ففي الثلاث فترات دي كنت أرى نفسي فيها مدافعا. الوفاء بين الحبايب ظهر في روض المحبة والجفاء ياللي انتهى زي محامي كنت أدافع عن موكلي ورغم أني مرة كنت وأنا بشتغل في مكتب كان مزدحم بالقضايا وكان طبعا صاحب المكتب لا يهمه قضية ناجحة أو غير ناجحة
عندما ترفعت في هذه القضية اللي كنت واثق انها فاشلة وقلت لصاحب المكتب قال لي بأجلها، قلت له تأجلت كتير، قال لي بس هو المهم انه القاضي اصدر حكمه على كل من ورا ذكرهم في القضية، شهود موكلي. وبعدين انا قلت للقاضي يا سيادة الرئيس اقدر انصرف ولا في حاجة علي؟ فهذه جانب المحاماة. وبعدين دخلت النيابة العامة واشتغلت فترة، طبعا كنت اترافع فيها عن المجتمع الذي يعيش فيه المجرمون فسادا. واذكر في هذه الفترة انه كنت في نيابة الجيزة وكان في حادث شغل الاذان في هذا الوقت في كلية الحقوق، طالب معه مسدس ويفرجوا اللي جنبيه، فطلعت رصاصة وجت في كتف الشخص اللي قدامه، وبعدين مشيت في دورها تأيدت وإلى أن وصلت إلى نيابة الجيزة. أنا كنت أعرف هذا الصديق اللي انطلقت منه الرصاصة، ولأول مرة وعمرها ما بتحصل ان وكيل نيابة او مساعد يرد نفسه، ولكن منعا من انه يقال انهم كانوا اصحابه وهو رعاه، هو لما شافني مؤن ان انا هحقق معاه. وبعدين بدأت وقلت الوكيل صديقي، قلت له انا بس في الاول كده يعني هبتدي التحقيق وبعدين انت اللي هتكمل، بس عايزين نضحك معاه شوية. فقلت له اسمك ايه؟ قال اسم وسنك وبلدك واسم والدك وكل هذا. وبعدين قلت له هتسهر فين الليلة؟ كلي ما بتخلف معاك قلبي بتلهف عليك، وفي أواخر عام 1930 التحق أحمد عبد المجيد بوظائف السلك الدبلوماسي. النيابة الحقيقة كانت مرهقة لي، لأن عضو النيابة ده بيشتغل ليل نهار، يعني إذا خرج من البيت لازم يترك عنوانه في المكان اللي هو فيه. يعني أنا كنت بقول عليها دي وظيفة مقومة للأخلاق، يعني مش معقول مفيش مجال، يعني كله لازم يبقى مهرب. معروف يعني مش ممكن أسيب نمرة نايت كلاب مثلا هيطلبوني فيها. فسمعت عن أن الخارجية هتعقد امتحان لملحقين، ويمكن لفت نظري الدكتور لاني يعني ولدت عليلا واعيش عليلا ويمكن اموت صحيحا، فقال لي ده في انت لابد لك انك تترك للقاهرة، لان كنت علاوة على عملي كنت مهتم بالشؤون السينمائية والمسرحية والاغنية، واتابع الصحافة واكتب فيها، واكتب في مجلة في هذا الوقت كان اسمها خيال الظل، وكان الوفد عملها علشان تبقى تقف قصد الكشكول. فكل هذه الاهتمامات اخذت جانب كبير جدا من صحتي، ولذلك الدكتور اللي كان بيعلمني قال لي لازم تترك القاهرة لاجازة طويلة جدا، ولا ينقذك الا الالتحاق بوزارة الخارجية. وعندما التحقت واجر الامتحان والاختبار والحمد لله وفقت والتحقت بخدمة السلك الدبلوماسي. حسدوني وباين تعليم من عطفك
مثلي يا حسدوني وما ينفعني من عصبك وحنان مثلي وبحكم عمله تنقل أحمد عبد المجيد بين قارات العالم في السفارات والمفوضيات والقنصليات المصرية، وهو يرتقي ابتداء من درجة ملحق دبلوماسي حتى بلغ مرتبة السفير في نهاية الخمسينيات، وبعد أن قطع 30 عاما في خدمة السلك الدبلوماسي. أنا رحت بلاد كتير، يعني بدأت باليونان وبعدين منها رحت أمريكا، ومن أمريكا من غرابة التنقلات دي من أمريكا للقدس، والقدس طبعا حواليها الأردن ولبنان وسوريا وشرقي، وبعدين منها إلى إيطاليا في ميلانو. وكنت أدافع فيها عن مصر في أي مكان حللت به في أي بلد وفي أي مجتمع، وأصبح هذا الدفاع ديدني وشأني كأنه أمر وكل إلي أن أستمر فيه. يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى هذا ما كان عن مرحلة الحياة الوظيفية في حياة السفير الشاعر أحمد عبد المجيد. أما عن مرحلة تأليف الأغنية فبدأت منذ عام 1925 وعن غير قصد. والله فعلا أنا بدأت يعني سنة 25 الأغنية، ولكن على غير قصد، يعني بدون سبق إصرار ولا ترصد ولا شيء من هذا القبيل. دي كانت زي يوميات، موقف عاطفي وكنت أحب أسجله، فبقيت أسجله بشعر دارج عامي بدل ما أكلف نفسي إني أكتبه بشعر عربي. وأحد الزملاء وكان من أصدقاء الحميمين اللصيقين، كان من هواة الكمانجا وكانت تجمعنا هواية الموسيقى، ففي أحد الأيام كان يقلب في مكتبتي وعثر على كتاب داخله أوراق فيها كلنا نحب القمر وخايف أقول اللي في قلبي وكتير يا قلبي الذل عليه، فأخذ هذه المقطوعات قال لي أنا حنقلها عندي. قلت له وكذا، وما لم يظهر لي غرض وذهب من فوره إلى نادي الموسيقى الشرقية كان هو عضو فيها، وقابل عبد الوهاب. فلما اطلع عليه عبد الوهاب قال له لا لا أنا عايز أعرف الشخص ده عشان أتفاهم معاه على تلحين الكلام ده. فجاء قال لي، وكانت هذه هي بداية التعارف بالأستاذ عبد الوهاب. كلنا نحب القمر والقمر بيحبني، كلنا نحب القمر والقمر بيحبني.
حظنا منه النظر والنظر أول أغنية حضرتك كتبتها برضو عن غير قصد أغنية كلنا نحب القمر. أيوة كانت هي الأولى فعلا. مين القمر يا فندم كان في الفترة دي؟ والله هو قمر بالسكر. برضو يهمنا ان احنا نعرف رد الفعل بالنسبة لحضرتك بعد ما الأستاذ عبد الوهاب غنى بعض أغنياتك ولقيت نجاح كبير. والله أنا يعني لم أكن سعيد أوي. أنا نشأت في بيت محافظ جدا، وكان زمان مؤلف الأغنية لما كان عبد الوهاب يغني في ليلة يوم يكتبوا أوراق بقى يسووها في الحيطان بأكبر حد المتعاهد. الأستاذ محمد عبد الوهاب يغني تياترو بريطانيا مثلا لأول مرة من أوروج كلنا نحب القمر للأستاذ الأديب أحمد عبد المجيد. وبعد يوم من الأيام والدي دخل قال لي والله عال عشنا وشفنا انك بقيت مشخصاتي على اخر الزمن واسمك بيطلع على الحيطان. يعني هذه الصدمة خلتني يعني لا اهتم بان تغنى لي اغنية او لا تغنى، لان في الاصل لم اكتبها عشان تكون اغنية. منعذبك بتخلص مني، منعذبك بتخلص مني، وانا ذنبي ايه بتعذب فيا. يعني انا اقول لك مثلا في زيارة لرئيس هيئة التأليف والترجمة والنشر، وكان زميل ومن دفعتي، وكنت رايح احادثه في موضوع كتاب كنت بترجمه في هذا الوقت. وبعدين على موعد لقيته استبقى ضيف كان عنده، وانا داخل ام قال له يا سيدي اهو احمد عبد المجيد صاحب كلنا نحب القمر، يعني زي ما يكون قائد مثلا وبتاع موقع ترافالجار ولا وترلو ولا. فاخدت على خطي قلت له يا اخي ايه حكاية قمر؟ انا وصلت في وظيفتي الى اخر درجاتها، لي كتب لي ابحاث اتطبعت وتوزعت في الخارج وفي مصر، ايش معنى حكاية القمر دي اللي لازقة فيه؟ قام الصديق اللي عنده ده قال لي انا حطيب خاطرك، الاستاذ المهندس حسن فهمي لما يخش في مجلس واحد يقدمه للجلوس يقول له مثلا الاستاذ المهندس الدكتور حسن فهمي، ما يعني ما اخدوش بالهم، وبعدين يقول لهم والد فريدة فهم، يوم كلهم يقوموا يسلموا عليه. قال لي هي حكايتك زي حكاية الدكتور حسن فهمي. كتير يا قلبي الذل عليك، ده ذنبك انت وليه ترضى؟ كتير يا قلبي الذل ذنبك.
كتب أحمد عبد المجيد للموسيقار محمد عبد الوهاب حوالي 20 أغنية، منها كلنا نحب القمر، يا ترى يا نسمة، حسدوني وباين في عينيهم، في الجو غيم حجب القمر، مريت على بيت الحبايب، خايف أقول اللي في قلبي، ما كانش على البال، القلب يا ما انتظر، الهوان وياك معزة، كتير يا قلب الزل عليك، في الليل يا روحي أرتل بالأنين اسمك، وغيرها من أغنيات أحدثت ثورة في عالم الغناء، وكانت فتحا جديدا للأغنية العربية، بعد أن كان الطابع السائد للأغنية في تلك الحقبة من القرن العشرين هو الابتذال والإثارة وركاكة الألفاظ وتفاهة المعاني. وانا اللي باين في جماله وراوت بدمع العين حسنه، واشتقت الناس لوصاله لما جابوا بال إلا الجفيت وصوب عليك، والأب في ليلك بتقول له يا ترى نسمة حسوليك، ومن يا قلبي تنول وصله، إلا الجفيت وصوب عليك، والأب في ليلك بتقولوا يا ترى يا نت ما حتقولي ايه. ولم يقتصر أحمد عبد المجيد في تأليف الأغنية على الأغاني التي تغنى بها محمد عبد الوهاب فقط، بل إنه نظم الأغنية لعدد من الأصوات. أنا غرني طيفك بمنامي قبل ما حبك، سمعني بالوصل وسابني وأنا مشغول بك مشغول بك مشغول بك. أنا جرني طيفك بمنامي قبل ما حبك، سمعني بالوصل وسابني وأنا مشغول بك مشغول بك. عايز أعاتبه لكن خايف يروح يقول إني بحبك، ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. في السيدة مالك غنيت لي مرة زمان قبل ما اعرف عبد الوهاب بسنة واحدة، وفي السيدة فايزة احمد غنيت لي قصيدة اسمها من وحي المعادي ولحنها احمد صب. صب من عينيك في عين الحنان يا حبيبي، وامزج الروح براحي، أنت لي عون على غدر الزمان يا حبيبي، أنت راحي ومراحي. يا حبيبي غني لي وابعت أناشيد الهوى تطرب الدنيا بأحلام الشباب. يا حبيبي منيتي ظمأ وقلبي مرتوى، من جانك الحلو يا نبع الثرى. وفي
الله يرحم الراحل محمد عبد المطلب السبت فات والحد فات السبت فات والحد فات وبعد بكرة يوم الثلاث يوم الثلاث معاد حبيبي معاد حبيبي بعد أن التحق أحمد عبد المجيد بالسلك الدبلوماسي وتنقل بين مختلف بلدان العالم حال ذلك بينه وبين الاستمرار في تأليف الأغنية على أن ذلك لم يمنعه من اكتشاف وتقديم عدة مواهب لساحة الغناء. لكن حضرتك معروف انك شاركت في مش عارفه اكتشاف او مساعدة كثير من الفنانين لبنان واللي هم جم القاهرة يعني لو نذكر منهم مثلا نجاح سلام وصباح ونور الهدى وديع الصافي فعلا كل دول كانوا اولا نجاح سلام والدها كان مدير القسم العربي في الإذاعة اللبنانية وكان صديق وقال لي انا مش راضي يا اخي عن البنت دي تغني وبتاع الا لما يعني في لجنه تجتمع وتقرر ان صوتها اصلا تبقى كذلك نعمل لجنه فعملنا لجنه في الجامعه الامريكيه وقعدت انا مع المجتمعين على البلاتفورم واختبرنا نجاح سلام ونجحت بكل مع الاراء اللجنه شوف عيني قد ايه الكون بيحلم لما تعطف وتر عيني شوف عيني قد ايه حبك بيغلى لما تنعم وترضيني الشيء حصل بالنسبة لسعاد محمد. سعاد محمد كان بيضافون دكتور بيضافون كان هو اللي اكتشفها الحقيقة ودعاني لسماعها قلت له ده انت تعض عليها بالنواجز هذا صوت نادر وكانت تغني لأم كلثوم حاجات أم كلثوم سلو قلبي وغيره فقال لي بس عايزين نبعتها مصر في النادي الموسيقى تتدرب قلت له هعمل كل مجهودي واياميها كانت اعقاب حرب وكان يعني يتشددوا في منح تأشيرة الدخول لمصر فضيقوها كتير الى ان توصلت انا الى انهم يسمحوا لها
وكتبوا في الجواب بتاعه على ان لا تقيم اي حفلة ولا تحضر اي حفلة ولا تقيم مساعدتي ولا تلت. وقبلت وسافرت وجت وربنا. انت يا ناسي مرة تذكر انت يوم وديني قد ما تقدر انت. انت يا ناسي مرة تذكر انت يوم وديني قد ما تقدر انت. كل ما قلبي يحبك أكثر أنت. كذلك بالمثل وديع الصافي كان نقيب الأطباء صديقي وقال لي والله أنا مسافر مصر وحاخد عربيتي معايا وحاخد السواق بتاعي. قلت له ما فيش مال مدام مرافق لي. السواق بتاعه كان وديع الصاف متخفي في صورة سواق وطلعوا له باسبور على انه سائق شوفير وطبعا اخذ الفيزا ودخل. صباح كذلك كانت صغيرة وكانت تجي تغني لينا في القنصلية قبل ما تبقى سفارة. كان يوسف فؤاد جه وحضرها وقال لي لا 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 احنا ناخدها مصر واخدها. ونفس الشيء مع نور الهدى. كنت اعرف نور الهدى كنت متصل بكل الوسط الفني يعني الوسط الفني ده كله كنت بحكم منصبه الدبلوماسي استمر احمد عبد المجيد يتنقل من بلد الى بلد على مدى 30 عاما حتى نقل الى ديوان وزارة الخارجية بالقاهرة عام 1959 ليشغل منصب السفير المشرف على الشؤون الخارجية العربية وليكون في ذات الوقت مندوبا دائما للجمهورية العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية لمدة 3 أعوام اشترك فيها في جميع اجتماعات الجامعة العربية ومؤتمراتها في الداخل والخارج. وفي مارس عام 1961 اخرج احمد عبد المجيد من عمله بالسلك الدبلوماسي وهو مندوب لمصر بجامعة الدول العربية وتفرغ بعدها للأدب بحثا وتأليفا وترجمة وشعرا وأمد المكتبة العربية برصيد كبير من المؤلفات في الأدب والسياسة والترجمة والشعر. لما تقاعدت أنا يعني فرحت لأن أنا كنت ممنوع من حاجات كتيرة في بالي كنت عاوز أعملها. كان يا إما
الوقت لا يسعفني باني اكتبها او ضوابط الوظيفة كانت تمنعني. يعني ما اقدرش اكتب اغنية مثلا ولا اكتب مسرحية ولا اكتب حاجة هزلية ولا ما اعرف ايه. فلما تقاعدت بدأت في كتابة كل الحاجات اللي تجمعت فكري وكنت اخد عنها رؤوس مواضيع وبدأتها يمكن اظن بكتاب لكل اغنية قصة لانه ده سنة 70 وانا تقاعدت سنة 61 قبلها في دواوين شعر في سنة 61 و 65 وبعدين بدأت ومشي بقى السيل الى وقتنا هذا. اخر ما عندي دلوقتي لم ينشر هو تحت الطبع والجمع اللي هو خواطر مطوية بدون فيها خواطر فلسفية عاطفية اجتماعية شيء من هذا القبيل. بتغضب من العتاب واللوم ما تسألني ده عجبك ليه، ياريت قلبك يجرب يوم عذابي وشوف هتعمل ايه. كما أن بعض مؤلفاته ضمتها مكتبة الكونغرس بين جنباتها. هو أربع كتب أخذوها مني اللي هو سندباد دبلوماسي وأضواء على الدبلوماسية وقناصر الدول ورحلة مع الظرفاء. الحقيقة دي حاجة عظيمة جدا يعني. أنا أعتبرها تقدير ونشان أعتز به كل الاعتزاز لأن في 50 ولاية الكتاب ده موجود، أربع كتب دي موجودة في مكتبات الفرعية لمكتبة الكونغرس. كل أغنية قصة. أحد مؤلفات الشاعر السفير أحمد عبد المجيد. عن هذا الكتاب قالت أم كلثوم إن أحمد عبد المجيد في هذا الكتاب كتب عن الموسيقى بالموسيقى. أما لماذا لم تغني له سيدة الغناء العربي أم كلثوم فهذا موقف خاص يتحدث عنه الشاعر أحمد عبد المجيد. والله أنا كنت أحافظ على مشاعر صديق وحبيب العمر أحمد رامي لان انا شفته مرة كان يعني في ضيق لان ام كلثوم كانت بتغني لاسماعيل باشا صبري شيخ الشعراء قصيدة قديمة فيعني هو حتى قام و وبعدين يعني كان بيني وبينه حديث فقال لي بكل صراحة قال لي أنا أم كلثوم لما حست في هذه الـ يعني الـ ما أقدرش أقول عليها غيرة أو يعني حيازة
حيازة فكرية وشعرية التزمت بيها أم كلثوم. التزمت بيها أم كلثوم فأصبح مش عاوز يسمع غيرها. من الناحية الشخصية تزوج أحمد عبد المجيد ولكنه لم ينجب، وعاش سنواته الأخيرة في الظل، لا يجد منبرا ينشر فيه خواطره وأشعاره، ولا يجد من يتغنى بكلماته، وفارق الحياة في اليوم العاشر من شهر أكتوبر عام 1980. يا ترى حضرتك أمنياتك إيه الآن؟ لنفسي أنا لا أتمنى شيء إلا الستر، وإني يتوفاني الله في بيتي ومش في الطريق العام. وفي مثل بيقول اللي ينال كل شيء ده راجل يعيش تعبان. فالحمد لله اني ارضى بما قسم لي ولا اطلب المزيد، ورضى الاخوان ورضى من يسعدني الحظ قراءتهم لمؤلفاتي بالكفاية. وأما للآخرين أنا أطلب أنه يعني الطوية تكون طاهرة والسريرة يعني لا يعقد الإنسان ولا يكره ولا يحمل ضغن لأحد. في ديوان أوراق الخريف بقول أتعجل الأيام تسرع خطوها، فإذا مضت عني بكيت الماضي، وأحن للذكرى فيغضب حاضري، فأقول لا تغضب فإنك ماضي. وشكرا لمن استعنت بتسهيلاتهم في الإعداد لهذه الحلقة، الأساتذة هالة الحديدي، عاطف كامل، أمينة صبري، وسلوان محمود.